مرحبا بكم طلاب الصف الثالث من رياض ومدارس الوطن العربي في حصة جديدة في اللغة العربية. هل أنتم مستعدون يا أبطال؟ أحسنتم. انظروا إلى الصورة التي أمامكم. من هو هذا الشخص؟ هل تعرفونه؟ إنه عيسى العوام. إنه عيسى العوام غواص عربي مسلم، وهو الشخص الذي سوف نتعرف عليه اليوم في حصتنا. هل أنتم مستعدون يا ثالث؟ أحسنتم. ضعوا سماعات الأذن ودعونا نستمع للدرس. استمعوا جيدا لأني سوف أقوم بطرح بعض الأسئلة بعد الدرس. عيسى العوام. عيسى العوام غواص عربي مسلم، اشترك مع القائد صلاح الدين الأيوبي في حرب الفرنجة. كان يحمل الأموال والرسائل إلى عكا عندما حاصرها الفرنجة، حيث كان يربطها على وسطه ويسبح ليلا فلا يشعر به أحد ويوصلها إلى عكا. في إحدى الليالي شد على وسطه ثلاثة أكياس فيها 1000 دينار ورسائل لأهل عكا المحاصرين، وسبح في البحر. انتظره أهل عكا طويلا لكنه لم يأتي. بعد أيام وجده الناس على شاطئ عكا ميتا، وعلى وسطه الذهب والرسائل. لقد أدى الأمانة حيا وميتا. والآن يا أبطال، بعد أن استمعنا للدرس سوف نقوم بالإجابة على أسئلة الاستماع. هل أنتم مستعدون يا ثالث؟ السؤال الأول: من البطل المسلم الذي تحدث عنه النص؟ هل هو صلاح الأيوبي؟ لا، إذن إنه عيسى العوام. أحسنتم. السؤال الثاني: من الذي حاصر مدينة عكا؟ إنهم الفرنجة. أحسنتم يا ثالث. السؤال الثالث: كيف كان عيسى العوام يوصل الرسائل إلى عكا؟ كان يربطها على وسطه ويسبح ليلا ويوصلها إلى عكا. السؤال الرابع: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. 1- القائد المسلم الذي حارب معه عيسى العوام هو صلاح الدين الأيوبي. أحسنتم يا ثالث. لنضع حوله دائرة. 2- كان عيسى العوام يوصل الرسائل إلى مدينة عكا. رائعون يا ثالث. 3- مات عيسى العوام غرقا أم قتلا أم جوعا؟ غرقا. أحسنتم يا ثالث. السؤال الخامس: أضع عنوان آخر للنص. فكر في عنوان من إنشائك، أو يمكن أن تكتب من أبطال العرب. صحيح، فإن عيسى العوام هو بطل من أبطال العرب. والآن يا أبطال، اكتبوا الإجابات بخط جميل على الكتاب. والآن يا ثالث، سوف نقوم بالتدريب على قراءة الدرس والتعرف إلى معانيه وتفسيره. لكن قبل ذلك، لا
سنتعرف إلى بعض الصور. انظروا يا ثالث إلى هذه الصورة، من منكم يعرف ما هي؟ أحسنتم، إنها خارطة، لكن خارطة لأي بلد؟ إنها خارطة فلسطين، وأخذنا في درس عيسى العوام في منطقة أو بلدة توجد في فلسطين وهي عكا. من يقوم بتحديد مدينة عكا على الخارطة؟ هيا. أحسنتم، ها هي عكا. أخذنا أن عيسى العوام كان يحمل الأموال والرسائل إلى عكا. لنتابع الصور معا. والآن لننتقل للصورة الثانية وهي صورة ميناء عكا. إذن هذه صورة ميناء عكا. وأخيرا لنرى صورة قلعة عكا. إذن هذه صورة قلعة عكا. لنستمع الآن لدرس عيسى العوام معا ونعيد ورائه. عيسى العوام، عيسى العوام غواص عربي مسلم، اشترك مع القائد صلاح الدين الأيوبي في حرب الفرنجة. كان يحمل الأموال والرسائل إلى عكا عندما حاصرها الفرنجة. حيث كان يربطها على وسطه ويسبح ليلا من غير أن يشعر به أحد ويوصلها إلى عكا. في إحدى الليالي شد على وسطه ثلاثة أكياس فيها 1000 دينار ورسائل لأهل عكا المحاصرين وسبح في البحر. انتظره أهل عكا طويلا لكنه لم يأتي. بعد أيام وجده الناس على شاطئ عكا ميتا وعلى وسطه الذهب والرسائل. لقد أدى الأمانة حيا وميتا. والآن يا أحبائي، بعد أن استمعنا لقراءة الدرس دعونا نقوم بتفسيره. عيسى العوام، ما معنى العوام يا أبطال؟ فكروا جيداً. العوام معناها السباح. إذن العوام السباح. أعيدوها، العوام السباح. إذن يا ثالث، عيسى السباح. عيسى السباح غواص عربي مسلم. ما معنى غواص يا أبطال؟ فكروا. غواص معناها ماهر في السباحة. إذن عيسى العوام أي عيسى السباح ماهر في السباحة. أعيدوا، معنى غواص ماهر في السباحة. أعيدوها مرة أخرى يا أبطال، ماهر في السباحة. لنكمل، عربي مسلم. إذن من يعرف لي بمن هو عيسى العوام؟ عيسى العوام غواص عربي مسلم. هنا عرف لي بمن هو عيسى العوام، وهو غواص عربي ومسلم. اشترك مع القائد صلاح الدين الأيوبي في حرب الفرنجة. إذن يا أبطال، ما معنى كلمة حرب؟ حرب معناها قتال. ما معنى حرب؟ قتال. كرروها يا ثالث، حرب قتال.
حرب الفرنجة. من هم الفرنجة؟ الفرنجة هي قوة عظيمة مكونة من جيوش. إذا ما هي الفرنجة؟ هي قوة عظيمة مكونة من جيوش. كرروها، قوة عظيمة مكونة من جيوش. إذا هنا يحدثنا بدور عيسى العوام بأنه اشترك مع القائد صلاح الدين الأيوبي في حرب الفرنجة. كان يحمل الأموال والرسائل إلى عكا. مرحبا بكم يا صغاري، اليوم سوف نقوم بحل التدريبات لدرس عيسى العوام، لكن قبل ذلك سنقوم بقراءة سريعة لدرس عيسى العوام. استمعوا جيدا. عيسى العوام. عيسى العوام غواص عربي مسلم، اشترك مع القائد صلاح الدين الأيوبي في حرب الفرنجة. كان يحمل الأموال والرسائل إلى عكا عندما حاصرها الفرنجة، حيث كان يربطها على وسطه ويسبح ليلا فلا يشعر به أحد، ويوصلها إلى عكا. في إحدى الليالي شد على وسطه ثلاثة أكياس فيها 1000 دينار ورسائل لأهل عكا المحاصرين، وسبح في البحر. انتظره أهل عكا طويلا لكنه لم يأتي. بعد أيام وجده الناس على شاطئ عكا ميتا، وعلى وسطه الذهب والرسائل. لقد أدى الأمانة حيا وميتا. بعد انتهاءنا للدرس سنقوم معا بحل التدريبات. أحضر كتابك وابدأ الحل معي. السؤال الأول، أقرأ الجملتين قراءة معبرة. ألف، عيسى العوام غواص عربي مسلم. ب، أدى العوام الأمانة حيا وميتا، وقلنا حيا وميتا هي طباق. السؤال الثاني، أصل الكلمة الملونة بالكلمة المقاربة لمعناها. إذن للكلمة المقاربة بمعناها، ركزوا جيدا. تذكروا المعاني التي أخذناها في الدرس. لنبدأ. ألف، اشترك عيسى في حرب الفرنجة. إذن ما الكلمة الملونة؟ حربي. حربي ما الكلمة المقاربة لمعناها؟ حربي. هل هي ربطة أم قتال أم رحلة أم السباح؟ إذن قتال. إذن حربي قتال، لنوصلها معا. ب، شد على وسطه 3 أكياس. شد ما معناها؟ ربط. أحسنتم، لنوصلها معا. جيم، أدى عيسى العوام الأمانة. ما معنى العوام؟ أخذناها بأنها السباح. أحسنتم. والآن لننتقل للسؤال الثالث، أصل بين الكلمة وضدها. ألف، الحي. ما ضد كلمة الحي؟ الميت. أحسنتم. ب، الليل. ما ضدها؟ النهار. أحسنتم. جيم، الحرب. ضدها السلم، لنوصلها معا. أما الكلمة الأخيرة فهي البحر. ضد البحر البر. رائعون يا طلاب الصف الثالث، والآن قوموا
بتوصيل السؤال بخط جميل. ولننتقل معا للسؤال الرابع. السؤال الرابع: أصل الجملة بما يناسبها. ألف: سبح عيسى العوام ليلا. إذا هنا سبب، سبح عيسى العوام ليلا، فماذا؟ فلم يشعر به أحد. إذا هنا سبب وهنا النتيجة. إذا سبح ليلا فلم يشعر به أحد. لنكتب هنا السبب وهنا النتيجة. والآن لنوصل: سبح عيسى العوام ليلا فلم يشعر به أحد. أحسنتم. الجملة الثانية، من يقرأ؟ استعد المتسابق جيدا فماذا؟ ففاز في السباق. رائعون يا ثالث. جيم: درس خالد بتركيز فما كانت النتيجة؟ فنجح في الامتحان، فنجح في الامتحان. رائعون. دال: ازدادت درجة الحرارة فماذا؟ فانصهر الثلج. أبطال يا ثالث. والآن لننتقل معا للسؤال الخامس، هل أنتم مستعدون؟ نعم. السؤال الخامس: أكمل على نمط المثال. سبح سباحتان، سبح سباحتان. إذا الآن سنكمل على نمط المثال: سبح سباحة، كتب كتابة. رائعون. حرث حراثة. أبطال. زرع زراعة. أحسنتم. إذا عليهم جميعا يجب أن نكتب تنوين الفتح. والآن لننتقل للسؤال السادس. لنقوم بقراءة السؤال السادس: أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. لنقرأ الكلمات، انتبهوا جيدا يا أطفال: يغرد، يهمل، يحمل، يسبح. لنقرأ الفرع الأول: عامر لم يهمل واجبه. إذن يهمل، ماذا نلاحظ؟ بماذا تذكرنا هذه القاعدة؟ بالفعل المضارع المجزوم. فلم هي أداة جزم، يأتي الفعل المضارع بعدها مجزوم بالسكون. فهنا لاحظنا أن جميع الأفعال المضارعة تنتهي. مرحبا بكم يا أحبائي، لقد أخذنا في الحصة الماضية تدريبات درس عيسى العوام، واليوم سوف نقوم بإكمال حل أكتب صفحة 75. افتح كتابك واستعد للحل. لنقرأ معا السؤال الأول: أعيد كتابة الجمل منتبها إلى الكلمات الملونة. ألف: أنا أركب سيارتي، تعال واركب معي. نلاحظ بأن الكلمات الملونة هنا أركب واركب. ما الفرق بين الكلمتين؟ نلاحظ بأن الكلمتين هم أفعال، أركب واركب. إذن أركب هي فعل مضارع، أما واركب هي فعل أمر. وأيضا هنا احتوت على همزة قطع، أما واركب هي همزة وصل، فهمزة القطع تلفظ أركب، لقد لفظتها، أما واركب هنا لم تلفظ ووصلت لي الواو مع الراء واركب. والفرق الأخير بأن أركب انتهت بضمة، أما واركب انتهت بسكون. الآن علينا إعادة كتابة الجمل مع الانتباه للكلمات الملونة. الفرع الثاني: با
أنا ألعب مع أصدقائي، تعال والعب معنا. الجملة الأخيرة، أنا أجلس مع رفاقي، تعال واجلس معنا. والآن من يقوم بإعطاء جملة تحتوي على فعل مضارع وهمزة قطع وفعل أمر وهمزة وصل؟ فكروا جيدا. أنا أشرب العصير، تعال واشرب معي. فهنا أشرب هي فعل مضارع تحتوي على همزة قطع، واشرب فعل أمر تحتوي على همزة وصل. والآن يا أحبائي، من يقوم بإعطاء جملة تحتوي على فعل مضارع وهمزة قطع وفعل أمر وهمزة وصل؟ فكروا جيدا. أنا أشرب العصير، تعال واشرب معي. فهنا أشرب هي فعل مضارع تحتوي على همزة قطع، واشرب فعل أمر تحتوي على همزة وصل. أحسنتم يا طلابي، والآن قوموا بكتابة الجمل بخط مرتب مع الانتباه للكلمات الملونة مع مراعاة الحركات. لننتقل الآن للسؤال الثاني، ركزوا جيدا ولنقرأ. أملأ الفراغ على نمط المثال. ركزوا جيدا. وجد زائد و تصبح وجدوا. إذن وجد زائد و أصبحت وجدوا. ما القاعدة برأيكم؟ فكروا جيدا. أحسنتم، إنها واو الجماعة، إنها واو الجماعة. لنكمل على نمط المثال، باع زائد و تصبح، إذن تصبح باعوا، رائعين. صام زائد و تصبح صاموا، رائعين يا ثالث. الكلمة التالية، أقبل زائد و تصبح أقبلوا. أما الكلمة الأخيرة فهي قال تصبح قالوا، رائعين يا ثالث. قوموا بكتابة الكلمات بخط جميل على الكتاب. السؤال الثالث، أضع التاء المربوطة أو الهاء المربوطة في الفراغ. إذن القاعدة هنا الفرق بين التاء المربوطة والهاء المربوطة. دعونا نتذكر كيف يمكننا أن نفرق بين التاء المربوطة والهاء المربوطة في آخر الكلمة. فكروا جيدا. إذن أضع على آخر الكلمة حركة، إذن أقوم بتحريك الكلمة، وإذا لفظت تاء تكتب تاء مربوطة، أما إذا لفظت هاء تكتب هاء مربوطة. لنمثل على الكلمات التالية، ألف شاهدت المباراة، إذن لفظت تاء عند تحريكها على شاشة التلفاز. السؤال الثالث، أضع التاء المربوطة أو الهاء المربوطة في الفراغ. إذن القاعدة هنا الفرق بين التاء المربوطة والهاء المربوطة. من يذكرني بهذه القاعدة؟ فكروا جيدا. إذن لنفرق بين التاء المربوطة والهاء المربوطة في آخر الكلمة، نقوم بتحريك الكلمة، إذا لفظت تاء تكتب تاء مربوطة، وإذا لفظت هاء تكتب هاء مربوطة. أحسنتم يا ثالث، والآن دعونا نقوم بحل الجمل الآتية، ألف شاهدت المباراة على شاشة التلفاز. لقد قمنا بتحريك التاء ولفظت تاء
تاء المباراة تاء، وضعنا الفتحة ولفظت تاء فإذا هي تاء. باء تحافظ رويدة على كتبها. رويدة، لقد قمنا بوضع الضمة ولفظت تاء فإذا تكتب تاء مربوطة. رائعنا يا ثالث. أما جيم يكره أوسن اللعب بالكرة في الطريق. يكره، لقد لفظت هاء فإذا تكتب هاء. أما أوس اللعب بالكرة الكرة، لقد لفظت تاء فتكتب تاء. أحسنتم يا ثالث. أما الجملة الأخيرة، تحرص زينب على مساعدة المحتاجين. مساعدة، لفظت تاء فتكتب تاء. وكما أخذنا سابقا بأن على حرف جر ويأتي بعده اسم مجرور بالكسرة، فإذا تكتب كسرة عند التاء. والآن قوموا بكتابة حرف التاء والهاء كتابة صحيحة واحرصوا على الترتيب. أما الآن يا صغاري، لننتقل للسؤال الرابع. أكتب بخط جميل. لنقرأ الجمل: عيسى العوام غواص عربي مسلم. الجملة الثانية: أدى عيسى الأمانة حيا وميتا. لنقوم بكتابة الجمل بخط جميل. والآن يا أحبائي، بعد الانتهاء من كتابة الجمل بخط جميل ومراعيين الكلمات وكتابة الحروف، قوموا بدراسة التدريبات دراسة جيدة وحافظوا على نظافة الكتب. وداعا يا ثالث.